نستنكر هاي الضربات من الجانبين من قبل الامريكان وايران. كنا اطفال في المدرسه نقول له انا لك بطلعه. هسه قاموا يتكونون دول مجاوره او امريكا بعد اميال والدنيا كليتها يتكونون بالعراق. ادري اصبح العراق ساحه معركه. امريكا ضربت قاده ايران في العراق، وايران ضربت القوات الامريكيه في العراق. طيب هو العراق شنو ذنبه؟ يعني احنا ما لنا دخل، لا عندنا مشكله ويا ايران ولا عندنا مشكله ويا امريكا. زين ليش هذا الصراع؟ يعني احنا نطالب من الدول الاوروبيه يعني المجتمع الدولي ان يقروا بعدم اختراق سياره العراق، وعلى الحكومه العراقيه ان تثبت قدرتها على ان ترجع كرامتها وسيادتها لكافه الدول. نريد نعيش مرتاحين، لو خرجنا من الحرب نرجع على حرب ثانيه. نريد يعني هذا الموضوع يتعالج يعني بيناتنا.